قبل 4 أشهر استهدفت قوات الدفاع الجوي لحزب الله مسيرة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية من نوع هرمز 900 وأسقطتها. استعرت المواجهة، لكن مشهد إسقاط طائرة لم يتكرر. البعض يعزو السبب في ذلك إلى الضربات الموجعة التي تلقاها حزب الله مؤخراً. كانت إحدى هذه الضربات في 27 سبتمبر عندما اغتالت إسرائيل قائد قوة الدفاع الجوي محمد حسين سرور. انضم سرور إلى الحزب في الثمانينيات وشغل أدواراً متنوعة كقيادة وحدة الصواريخ ووحدة عزيز في قوة الرضوان، كما أرسله الحزب للعمل على المنظومة الجوية التابعة للحوثيين. حزب الله يواجه تحديات لوجستية تعيق استخدامه لنظام الدفاع الجوي، إذ إنه يحتاج لخبراء وموارد بشرية وتكنولوجية، وهو ما قد يكون محدوداً لدى الحزب، خصوصاً بعد اغتيال كبار قادته. تقول صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن حزب الله يمتلك عدداً من أنظمة الدفاع الجوي، إلا أن معظمها قديم ولا يفي بالغرض كنظام أوسا. أما نظام باك-إم-2 الذي يعتبر من أقوى الدفاعات لدى الحزب فيتطلب دعماً لوجستياً معقداً، وهو ما يفتقده حزب الله حالياً. كما غابت عن الميدان حتى الآن بعض الصواريخ النوعية التي سبق وأن أعلن حزب الله امتلاكها، كالصواريخ المخصصة للاستهدافات البحرية والصواريخ الدقيقة الموجهة.